بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المقابلات الشخصية للمتطوعين الجدد بمحافظة البحيرة بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمدينة دمنهور، حيث تم استقبال المتطوعين وعمل اللقاءات معهم، وتم تكليف كل متطوع بتنفيذ ورقة عمل حول برامج حوكمة الحماية الاجتماعية ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وبرامج إعلام الجيل الخامس وتطور العمل التطوعي ودوره في مواجهة الكوارث وبناء الشخصية المصرية. احنا النهارده طبعا اليوم الثاني في البحيره مقابلات شخصيه للانضمام لكيان شباب مصر والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. طبعا المتقدم بيجي بيملى استمارة التعارف، وبعد كده بنقعد معاه نعمل له مقابله شخصيه. مش معنى مقابله شخصيه اللي احنا يعني بنصعب على الناس، لا خالص، احنا بس بنحاول نفرز الشباب. افراد المتقدمه للتطوع قدمنا لهم 5 موضوعات ان هم يتكلموا فيهم ويعملوا عليهم مقترحات، زي حوكمه منظومه الحياه الاجتماعيه، مواجهه تداعيات الازمه الاقتصاديه، اعلام الجيل الخامس وسبل التاثير على بناء الشخصيه المصريه، تطور العمل التطوعي ودوره في مواجهه الازمات والكوارث، الشباب المصري خريطه عمل ما بعد التمكين. كل ده هيخلي الشاب مش مجرد ان هو جاي يتطوع او ان هو جاي يعمل عمل، يعمل ابلكيشن ويعمل انترفيو وخلاص، لا، هو هيخليه هيحسس الشاب ان هو بيعمل حاجة مفيدة.